والعالم وما عندوش هادشي. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله سبحانه وتعالى بالعزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم متابعينا الكرام. دون مقدمات، دون مونتاج، دون ماكياج، بدون فلتراج، حيت هذا الشيء تبارك الله كيدوي على راسه. جينا عند ملوك السردي بامتياز وباقتناع، والصوره كتكلم على نفسها، ماشي مجامله. الاخوان خليل، سي الحاج مصطفى غني على التعريف، بلا ما نقول لك ذكر لي الاسم ديالك. الحمد لله عدتي غني على التعريف، والشعب عاد عارفك، والجماليه ديال السردي اللي كتنتجوها كل سنه وكتزيدوا من الجماليه ديالها كل سنه، كتخليكم تتكلم. يعني هي انتوما كدير واحد البصمه قويه في عالم السردي ككل سنه، والحمد لله هذا الشيء اللي كتقدمه كتفتخر به. بني مسكين كامله، بغيت ندير معك واحد الحوار ونتولعوا مع الحباب. مرحبا، مرحبا بينا عندك مره واحده اخرى سي الحاج. مرحبا سيدي، مرحبا. تبارك الله، الخير هذا تبارك الله، الحمد لله. لا من الجماليه، لا من العدد، لا من الحجم، لا من هذه اللوحه الربانيه. واش كتبغي شويه الوقت؟ اش شنو السر السي الحاج؟ هذا الجمال اللي عطى الله، وهاد الخيرات هي خيرات سيدي ربي. اييه، وحنا رغم الجفاف، اييه، ورغم الجفاف ورغم هاد السنوات، حنا كنقاسيو معها، والحمد لله هاد الشيء غادي وكيتحسن وغادي كيتطور. علاش؟ لان هذه سلاله ديال السردي، حنا كنديروا تحسين النسل على السلاله السرديه. داكشي باش يكون السردي الحر. السردي الحر ما كتبقاش كتشوفوا فوتوكوبي كي هادي كي هادي. هادشي باش كنشوف. شوف تبارك الله، الجمال وتقادة وحده، ايوه، وتقول مخلوقه في نهار واحد، ولكن هادشي من الخدمه والتطور على مدار السنين السي الحاج. على مدار السنين السي الحاج، بغيت نسولك وسمح لي الا قاطعتك. نعم. تعال معايا وحنا غاديين وكنتحاوروا مع الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى. السي الحاج، نعم. السردي كان زمان، اييه، ولكن اخوان خليل خلقوا واحد الثوره كبيره. شنو السبب اللي خلقوا في هذا التطوير ديال السردي؟ هذا التطوير ديال السردي هو يعني خاصك تقلب على السلاله، تقلب على الدم، تبدل الدم. أيه؟ هاد الفرقه ما تمشي عند هاد الفرقه. ولاد هاد الفرقه ما يدوزوا عند ولاد هاد الفرقه. وهوقاش الا خلقتي شي حاجه كتولي دائما تعطيك الديفو. فهمت؟ يعني خاصك نظام وخاصك رؤيه بعيده. اي هاد الشيء هذا هو الله تعالى اللي سخره، ماشي حنايا. احنا كنوكلو كنشربو كنداويو لي منتوجات. هاد المنتوج هذا ماشي ديالي انا بوحدي، راه ديال الشعب كامل، لانه كل اي انسان. احنا دابا كيجيو عندنا من ناظور، حوسيمه، طنجه، اكادير، مراكش، المغرب كامل كيجي كيتقداو من عندنا باش يحسنوا ثم النسوة، باش يحسنوا، باش هما يديروا تحسين النسل. وكاين اللي كيجي يشري 20 30 10 وجوجات. علاش؟ حتى هو باش يكون كساب واعر. كاين وكاين اللي كيتقدم من عندنا كيمشي فرحان. وكاين اللي ولا كنرسلوا ليه بلا ما يجي. اي كاين نوع هذاك اللي قلتي كيبغي جوج ثلاثه اربعه، كيبغي ويبغي باش يشوف فيهم. والو اسبوع يمشي للفيرما ديالي يشوف هذا الجمال. اللهم يا شاع، سبحان الله، الله تعالى كيحب الجمال. كاينه سي الحاج، هضرنا على التطوير وهضرنا على الحمد لله النهضه اللي نهضتوا انتوما بالسردي. البنايات والمرقيد البنايات واش هادشي ساهم في هادشي ولا؟ هاد البنايات وهادشي حنا اللي درناها، ماشي شي حد اللي دارها. عرفت؟ حنا هادشي يعني انتم السباقين لهاد البنايات. هاد البنايات علاش؟ باش تاهي كتكون تعيش عيشة نظيفة. ما تعيش واحد العيشة مكرصة ولا موسخة ولا هادي ولا هادي. وتحية لراعي الغنم، وتحية للخدام تا هما اللي كيخدموا معانا، لأنهم هما اللي سهرانين على هاد الشيء وعلى راسهم علال. تبارك الله. علاش السلحاج، علاش السلحاج ما من كان علال هو اللي مقابل هاد البركة؟ وعلاش ما كانش عندك السلحاج ما كتنساش راعي الغنم؟ راعي الغنم هو اللي داره عليه الأساس. إلا كان يعمل بجد، أيه، النتيجة كتكون جد ممتازة. كلهم صحابنا كيعملوا بالجد. اييه، ما كاينش هذا من هذا ولا فرق من هذا، ولا كنحسبوا معاهم ولا كيخونوا ولا هذه ما كايناش عندهم، هذه ما كتكونش عندهم. هما مقابلين
تهما وكيعيشوا معنا راه ولكن ولكن الحمد لله حتى كتادي اللي عليك. اييه يعني انا هما ديالهم هاد الشيء راه ماشي ديالي انا، انا راس خرني راه هما اللي مقابلينهم وهم عايشين وكياكلوا منه. كنلاحظ انك هذا الشيء كتهضر عليه بحب بس الحاجه. اي معلوم اي انسان خاصو يكون محب في الميدان ديالو. علاش؟ لان ويكون سلطان في الميدان ديالو كاين هذا الشيء ماشي سهل. انت محب التصوير هذا والحمد لله عرفتي كنقول لك تعال نتمشى. علاش كتنقل من بلاصه لبلاصه باش تحب تصور وشوفوا الناس القناه ديالك؟ اييه شوف انا المتابع كنحاول ندير شي نبذه زوينه في التصوير، نشدك انت ونشد الجماليه ديال الحوليه ونشوف الحوليه هي كتمشى بواحد الجماليه. هادشي اللي غادي يشوفوا تبارك الله واش غادي اش غادي يقول؟ راه كيعيطوا لنا الناس اللي كيدعوا معنا بالخير ويقول لك الله يرزقكم الصحه والله يرزقكم التصرف، وبغينا هادشي يمشي في حفظ الله وامان، ونطلبوا الله تعالى من الدولة هي تعاون شوية لأن القصاب راه في خطر. وهذا الشيء راه غادي ينقرض لما ردوش ليه البال راه غادي ينقرض، حيت هذا الشيء راه ما بقاش واه الصراحة الله يعطيكم الصحة. يعني صعيب 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 جدا في إثر هذا الجفاف أنك توصل حولية. كان هذا الفريق هذا وباقي فريق آخر اللي غادي ننتقلوا توا نشوفوه. يعني الحمد لله هذا العدد بهذا الكم وبهذا الكيفية وبهذا الجودة كاين قطيع اخر. انا ما نقولش شحال كاين هنا ولكن مازال جوج قطعات اخرين. قول لهم متابعينا الكرام يوم 29 جيو تمتعوا ومرحبا بكم. جي صور شوف تمنظر وتعرف المغرب اش فيه، حيت هذا الشيء راه ديال الدوله. واللي خدام يوم الخميس سي الحاج اش كيقول لك؟ قول لي راه هادشي ديال الدولة راه ماشي ديالي أنا، أنا راه مسخر سخرني الله باش نقوم بهاد البهايم تا هي لحقاش خاصة اللي يقوم بها، وهي محبة راه كي كتجي كتعرفنا تا هي بأن راه جايين نشوفوها. معلوم ولا ما جينا شناها بحال بقات خاصنا شي حاجة في روسنا. ضروري ضروري دابا ولات كتمشي لينا مع الدم. هذا هو اللي نقول لك. ونمشيو نشوفوا تنحاولوا ان شاء الله. والله يحفظ الاسره العلويه امين، والله يحفظ سيدنا امين، والله يحفظ هذا البلد امين. هذا البلد الله يحفظه من عين بنادم وشر المخلوقات، ولان هذا البلد المغرب كله كيحفظوا دول كاع المغرب. هذا الشيء راه ما كاينش في العالم اصلا. هذا الشيء العالم وما عندوش هذا. والله ما عنده بالله. والعالم وما عندوش هذا الشيء. تبارك الله رب العالمين. تبارك الله سبحانه وتعالى بالعزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونتمناو إن شاء الله نهار 29 شهر جوج 2024 غادي تجي يكون سعدها أحسن منا إن شاء الله. تبارك الله. سي الحاج. نعم. تبارك الله دور قاطع إن شاء الله بإذن الله اللي غيكون يوم 25. 29 ان شاء الله يوم 29 تبارك الله لك شيخ. ماشي مشكل مرحبا خير تبارك الله. بالنسبه لهذا الخير اللي كنلاحظوا واحد بواحد، شنو تانا غنسولك شنو السر؟ واش يلاه هادشي على هاد العام ولا هاد السنين باش؟ لا السنين باش حنا خدامين على هادشي وكل عام كيتطور سنه على سنه. تبارك الله. دابا ملي يجوا الاخوان شفناهم معزلوا معكم اييه كيجيو باش يحسنوا الناس. معلوم اي واحد كيجي يدير تحسين الناس. حتى انا رانا كنمشي نتقدم الجهه اخرى باش نشوف اللي هي غادي اللي يعجبني غادي نشدو. الله ما شاء الله. مادام ان بس الحاج. نعم. بغيت نسولك. نعم. الحمد لله كسابه جا وفتحوا فيك عبد الحب نور الريضه ولصق على ذاك الحاول العدوم. الحمد لله عندك خيرات شد الجماليه. الحمد لله. يعني الناس اللي كيبغيو كيشوفوك كيبغيو يسمو يحسنوا الناس عندهم القطيع ديالهم، اش تقول لهم؟ جيو كل واحد اللي جا مرحبا به، راه اي واحد كيجي هنا كيتقداو ويديو الحوله ديالهم ومرحبا بهم وكل من حتى يوم 29 ان شاء الله يبغي يحسن الناس. اي ايه ديما حنا على دائما على طول السنه على مدار السنه على مدار السنه. تحسين الناس فوق العيد كتبيعوا غير فوق العيد. لا هذا الشيء ما كيمشي للعيد الاضحى. انا هضرت لك لا هذا ولا الانثى. الانثى ما تمشي للذبيح
والحولي هذا ما يمشي للذبيح. هذيك الجماليه ديال هذيك المنطقه خاصها تمشي لتحسين الناس. انتم شحال خدمتوا عليها من عام باش توصلوا لهذيك الجماليه؟ احنا كانوا خدامين عليها اولادنا ووالدينا الله يرحمهم مساكن. الله يرحمهم. وزدنا احنا من 1993 وحنا خدامين حنا الاولاد في بلاصه الوالدين. ما توفوا الوالدين اصبحنا حنا اللي خدامين. لا مؤخرا السنين الاخيره زدتوا طورتوا في البنايات، يعني البنايات شنو معاهد كديروا فيهم انتم؟ هذا درتو شي 15 عام. البنايات راه انت كتشوف الفيلا اللي ساكن فيها الخدامه كيسكنوا فيها ديالهم. حنا يعني هذيك دايره العمال، اي واحد كيسكن مع وليداته ومرحبا بهم لانهم راهم هما اللي مقابلين هذا الشيء ماشي حنايا. هو الحمد لله. اشنو غادي نسكنوا ونقولوا ليه لا حتى حيت خدام؟ هذاك هو اللي خاصو يسكن اللي مقابل هذا الشيء هذا. ايوا السي الحاج كنشكروك. المهم هذا الشيء يوم 25 يوم 29 شهر 2 2024. السي الحاج مصطفى كيقول لكم مرحبا لكل مواطن اللي جا يتمتع ويشوف، وتحيه لجميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن، وشكرا ومرحبا بكم. متابعينا الكرام، تبنى حرفيا اللي كتشوف هذا الموضوع.